يا ريت. ألف ألف مبروك الترفيعة. ترى دير بالك احنا مراهنين عليك، عارفين انك قدها، بس يعني بدك تبذل مجهود اكبر بالشركة، لانه هاي شركة شركتك يعني. يعني بعينك الله بدك تداوم 18 ساعة باليوم، في منهم ربع ساعة بريك، تاخذهم يا حمام يا غدا. وطبعا في عندك اول 3 أشهر ما في عطل، تعرف يعني ضغط كبير كبير بالشركة، بس بعد 3 أشهر في لك يوم كامل كل شهر، وعيد الأضحى وعيد الفطر يوم يوم، يعني هذولا ما راح تكون اون كول فيهم، تمام؟ وراح يكون لك مكتب خاص بس بدون كرسي، لأنه شغل بده وقفة، وقفة زلم. وحساب القهوة الشاي المي ما تغير لهم إشي، بالإضافة للمكيف حسب استخدامك راح نقتطعه من راتبك، تمام؟ وعلى سيرة الراتب، زيادتك السنوية راح تكون 12 دينار و30 قرش، بالإضافة كل سنة 10% من 12 دينار و30 قرش، تمام؟ مش قلت لك راح نكبر سوا؟ ألف مبروك، توكل على الله. بس لا تنساش حساب القهوة وانت طالعه. How are you? شاو نهاو يا بطة، تحكي معي؟ منيح، احكي معك، مين بسولف فيك؟ منيح. شو اخبارك؟ الحمد لله، شو مبسوط؟ How are you all؟ عمو بدي اشرح لك فكره. شوف شوف، عباره عن صفحه، لكن صفحه راح تغير حياتك. حياتي مش حياتك، شو بدخلك انت؟ يعني اذا بتحب تسمعني للاخره، يعني بعد اذن الجميع. عمو مين الجميع؟ انا لحال. انت بدك تعمل محتوى حسابي؟ لا 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 سولف. لا لا بسولف موضوع، بس انا لازم اخذ رايك، يعني ما بزبطش اجيبك غصب عنك، يعني اذا انت تحت التهديد او شيء يعني قول لي. يعني لا لا، عرفت؟ لا. يعني ها، يعني ما عنديش مشكله اذا بدكيش اسولف. لا لا طبعا، لا طبعا، خذ راحتك. ولو طيب، بس بسوي لك هالشيء، شيء على الشنارب نشربها من روق، بس خليني اكمل لك السلافه اول شيء، بعدين نشرب هالشيء. انت بدك تعمل لي كالشيء جماعيه؟ انا بعمل. لا لا مش مشكله يا عمو، يا عمو الحياه حلوه. خليك طبعا حلوه صراحه. تخيل قديش حلوه هون. تخيل وتشوف العالم الخارجي محلاه. شفنا بالعالم الخارجي، انا مبسوط هون. عمو في جانب مشرق من الحياه لازم تشوفه. مع مين عم بتسولف عمو؟ انت وين رحت؟ بس بشوف الجانب المشرق، بس شكله بزغوا العيون. هذه شمس. عمو انا ناديتك لويش، بتعرف لويش؟ مهتم؟ طب تعرف؟ طبعا. بدي اقول لك كيف تكون بالحياه، يعني سعيد. عم كثير مبسوط، فاهم؟ يعني في حب وسلام في الحياه. الحمد لله. بالكواكب والمجرات. الحمد لله. بدي الكل ينبسط مع بعضه. ان شاء الله دائما. بصير ابيع يعني تذاكر واسوي ندوات، بدي مصاري، بدي اغير حياه الناس. يا راس اسمي اسوي الشاي، معليك معليك. أنا بقى. لا لا خلاص، اقعد بس نسولف هالسولفة سريعة. اليوم بدي أعطيكم شوية تيبس شاملة لكل إشي، بدي أعطيكم تمارين نوع من التحماي قبل ما نبلش الندوة، فالكل يركز معي الله يرضى عليكم، مشان كل واحد دافع مصاري يعني مؤاخذة. عمو أنت بتعمل محتوى حسابي؟ أنت شو بدك بتحط السلافة يا عمو؟ اليوم بدي أعطيكم تيبس لحياتكم شاملة، وبدي أعطيكم شوية تمارين نوع من التحماي، وراح أسولف لكم كل التفاصيل في الحلقات الجاية عن كل موضوع بنسولف عنه إن شاء الله. وكان بتحب وبالك أي مشاركة، انعث لي على صندوق الوصف. ها صندوق الوصف فيه لينك، رابط فيه نموذج، تقول لي اسمك ورقم تلفونك ورقم تلفونك، وهاي مشان نتواصل معاكم للدورات الجاية إن شاء الله. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب. شو؟ ما مين عم تحكي؟ بدي أحمسك مشان تشوف العالم الخارجي برا. أنا مبسوط عمو هون. عمو الرصيف، تعرف بتعرف الرصيف؟ شو بدنا بالرصيف؟ أنا هي طعمها مدلع كل شيء هون، ولا بحتاج حدا. لا بالعرض ملزق ملزق. سجل عندك، امسك خذ ملاحظات، خذ ملاحظات. يا رب تستفيد يا رب. أول نصيحة، لا تنظر إلى وجهك في المرأة أول ما تصحى، تمام؟ لأنه وجهك شو؟ تعرف العنزة لما تبلع بلاستيك تصير بخ بخ. وجهك بيبقى زيها، تمام؟ وجهي طيب. وجه أي كائن حي يا سيدي، وجه أي كائن حي. عممها. ماشي. 6 ساعات ممنوع تشوف أي بني آدم. الحمد لله أنا بعمل هيك. بيجيش زباين قبل قبل ال 12. بيجيش زباين. وأنا بصحى 6. منيح 6 ساعات. البضاعة بتروح بدون زباين. لا والله استفدنا. لا أنا ما باخذ. مثلا يا عمو لما يكون دوامك بالشغل الساعة 9 الصبح، متى لازم تصحى؟ 6. يا عيني عليك. بتروح دغري وين؟ على المطبخ، تعمل سندويش هيك مع الطوق. أول ما تصحى بتروح وين؟ حمام. تغسل وجهك. صح. بس تغسل وجهك شو بتساوي؟ وجهك من شافش مهو. بدك تساوي قهوه مشان جعلك اللي بوجهك تروح. صح. يا عيني عليك. صح. تمام تمام. لانه شو بيكون في على وجهك؟ قلاب رمل بيكون على وجهك. من هاي تطلع لا هاي بعد القهوه شوف اذا في لبنه. شو
وين رايح وين رايح؟ يا يمين يا شمال، فيش عنده يعني بتطول معلقة شوف لابد مدح برا ايش. لا طبعا زين وين رايح وين رايح؟ تدري مش معجون اسنان شوكولاتة يا صبي. يلا يلا تاخذ مشتكش طول دح بشكل عام عمو انا بسالف معك بشكل عام شو قديش بتصير الساعه هيك 8 8 ونص صح مفطر وشارب قهوه وجهك تعدل بنسبه 90% 100% معطونا طيب عمو طيب ماشي ماشي المرايه بفضل انك تلد عليها بعدين لانه اذا لديت عليها الصبح 6 الصبح انت مش راح يصيبك صدمه حياتك. بصير احكي لك شيء احكي لك شو بدك تسولف بس تسولفش بدك تسولف بس سواليف مشلخه. خلينا اكمل لك عمو هذا كل السواليف هاي شو بتساوي فيها؟ تحطها حلقه بركبتك بذانك الحلقه. لا لا بركبتك بذانك بتساوي لنا قصص. طيب انسى طيب. انسى بصير احكي شغله عمو. يا عمو هاي نصائح ضروري ترد علي فيها. حاضر طبقها. طيب ان شاء الله لما تروح على شغلك يقدروا يردوا على زقمك وتتثبت بالشغل. انا موظف عندك صار لي 20 سنه انا مبسوط كثير. انا كثير مبسوط طبعا. بصير احكي لك شيء علينا عمو. انا هاي النصائح متارجت فيها الموظفين. انا بدي ابيع التيكت ب 230 وب 400 ليره وين؟ انت مش مستهدف. انت ما انت 230 ليره بيض بتضيعهم. عم بصير احكي لك شيء سولف. انا مبسوط هون بتصبح بصحى الصبح بتصبح بالها هناك بصحى بعمل قهوه يعني بشوفك الصبح بصبح عليك بعمل لك شاي بنص. انا مبسوط هون كثير مبسوط هون. انت راضي عني؟ انا راضي عني عمو. انت يبدو فيش امل تمام ووصلتني لمرحله الياس عمو. ليه انا عمو شايف الرفوف افرطهن وترجعهنش ليه؟ بس بدي تفرطهن وقت ما اقول لك رجعهن. ضيعت من وقتي يعني عمري راح. قوم 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 هات الورقه هات 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 ولا اقول لك انقعها واشرب ميتها. يلا قوم. طبعا ما بدك هسه بقول لك قوم مش راضي تقوم. قالوا شو بقول لك شوف قمت قوم. ما بديش تكون زعلان مني. بدي تكون لا انا مش زعلان انا مجلوط. أنا شاطر بكل شيء. انت نظوة ما شاء الله يحميك لأهلك. انا مبسوط كثير. انت اذا راضي عني انا راضي عن الكل. انا مبسوط انا كثير مبسوط. انا مش تبع شركات. انا مش توجيه. 7 ب 6 قد ايه؟ 7 ب 6 قد ايش؟ 7 23 فرتيتشي. ايه نظوة. الله يخليك. ذكي. خليك شاطر. يا شاطر انت. خليك قوم عرفوف يا شاطر. يلا 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 يا حبيبي. يلا يلا شاي. يلا بدي الشاي. عامل لك شاي. رتب الرفوف ونظفهم واشطف المحل. شايف طلعت مع 6 ليرات و20. 6 ب 7 6 ضرب 7 ايه 6 ليرات و20. ابو الجماجم دخل لي محمد. شو يا محمد بطلنا نجيبك بالطريقة هاي؟ زعيم زعيم مشان الله سامحني زعيم. أعطيني بس يومين بجيب لك مصاري زعيم. هذا مجنون. إلك شهر بتقول لي ولك يومين؟ أنت مصاري لعبة مصاري لعبة. لا يا زعيم خلاص كله زي يوم يوم والله يوم بجيب لك مصاري مشان الله سامحني زعيم. مشان الله بس يوم بس يوم. زعيم شيلي الأعراس لعراسه تركنا لحالنا شوي. مش هو انت تركنا لحالنا شوي. انا بدي اياه. كان الله يزعيف. شو يا محمد والله لا قطع يديك تقطيع. دقيقة ثواني بس زعيم. هذا حليب؟ انت تشرب حليب زعيم؟ شو؟ انت بتشرب حليب؟ تشرب حليب قاعد؟ ابو الجماجم جيب المنشار. فوقنا ابو الجماجم. هسا انت ليش تشرب حليب قاعد؟ ليه تشرب حليب؟ حليب مفيد. يعني انت عندك نقص كالسيوم يعني؟ ليش تشرب حليب؟ فهم ليش تشرب حليب؟ ابو الجماجم جيب المنشار. اذا فوقنا منه بحكي لك. هسا انت هذا حليب فراوله ولا حليب موز ولا حليب عادي؟ حليب عادي. بس انا اللي بعرفه زعيم بيشرب ويسكي يعني بيشرب قهوه ماشي بيشرب تمر هندي بيشرب عرق سوس اي شيء. اما حليب ليش بيشرب حليب؟ ليش بيشرب حليب؟ والله لا قطع ايديك تقطيع يا زلمه. قطع ايدي واجري اذا محل عني. اذا قاعد تشرب حليب قطع ايدي يا زلمه. بشو مشان الله اذا ليش بتشرب حليب قاعد؟ مالك معصب هدي. بديش اهدي ما بديش اهدي ما بديش اهدي. انت قاعد تحكي اشرب شايف عزيز زعيم يشرب حليب؟ ليش يشرب حليب؟ ليش يشرب حليب؟ خلاص متى بدك تجيب المصاري؟ اي مصاري؟ اذا انت مش انت فيش مصاري. ما فيش مصاري ما بديش اعطيك مصاري. انت اذا روح اذا بدك انت زعيم يشرب حليب. انت تعال 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 امشي جماجم امشي جماجم امشي.
يا ابو الجماجم فوت لي اللي بعده. شيلنا على الراس. هاي كاسة حليب؟ اقسم بالله العظيم هي لي، والله العظيم هي لي. تفضل يا حبيبي. عفوا انت تشتغل هون؟ لا انا شغال بالمطعم، قطعت الشارع بس في عندي بريك يعني، وجبت اكل قلت اقول لك تفضل معي على تفضل استاذ شو طلبك؟ اه انا جاي اتنور يعني، بنلف بنشوف السوق بدنا نشتري سياره يعني، بس بتنور هيك يعني بشكل عام. نوار؟ فايت محل تصفيه ما انت. شو طلبك استاذي؟ اه في عندكم سيارات؟ ده ما عندنا يعني، دفعنا مصاري على الوكالة وهاي، بس بدنا نعمل برانك كاميرا خفية. أشر أشر. آه شو اللي كاميرا خفية؟ شو الأسلوب هذا اللي أنت متبعه؟ شو طلبك أستاذي؟ أسلوبك أول إشي قبل طلبي. أسلوبك مع السيارة تقول اللي فايت عمرش بطيخ. إيش شو هاي؟ شو؟ إيش؟ يعني بعمل تيست يعني عادي. فاضي ولا ملياني يعني؟ زبون أنا هون يعني، حسن لي أسلوبك لأنه صراحة مش طريقة تتعامل فيها مع الزباين. شو هاي الناس؟ طول بالك يا حمزة، طول بالك. إن شاء الله راتب تأخذ نسبة يا حمزة. عفواً أنا هون. تفضل أستاذ، شو البجت اللي ببالك؟ شو المواصفات اللي حابها؟ آه يعني على البجت كاش صراحة ما أتوقع أني أقدر أدفع، لأنه مصاريف الأولاد، أقساط المدرسة يعني، فبفضل إذا في عندكم سيارة عليها أوفر مع قرض عشان الواحد يوازن حياته يعني، يقدر يدفع. أقول لك كرسي للأستاذ والله يا حبايبي. كرسي واحد أنا على الواقف مش مشكلة، بدي فضفض لانه بده يحكي بس. لا لا جاي لا. يحكي مش يتنور، بده يحكي. لا ارجوك، انت زودتها بشكل لا يوصف. انا بدي مديرك. انا المدير. انت بتجاوب اي جواب انه انا المدير. احكي لك انا كزبون ويحق لي اني اطلب الاونر. بدك الاونر؟ بدي الاونر. الاونر بالصين. كيف الاونر بالصين؟ هذا الجواب جاوبتني اياه؟ ما هو انا الحق علي اللي جيت لحالي لهون وما جبتش المدام معي، لانه السياره سيارتها وهي اللي لازم تقرر. انا شو اللي جابني هون اصلا؟ انا مش عارف صراحه. القرض على اسمها. كيف؟ بينات. اطلع لي برا. شو حكيت انت؟ اطلع لي برا، اطلع لي برا. احلى كلام، احلىين. اطلع لي برا. طيب انا بفرجيك شو رح اتصرف معك. شو ترجف ناس اخر الزمن؟ شو قلت؟ تعال تعال تعال.